قناة روايتستان تقدم طالما استمر الضوء لسيدتي أدب الجريمة أجاثا كريستي بصوت أحمد رمضان الجمال. ارتجت سيارة الفورد بينما كانت تنتقل من حفرة إلى أخرى، وكانت الشمس الإفريقية القاسية تصب حرارتها بلا رحمة. على جانبي ما يسمونه طريقا امتد خط طويل لا ينقطع من الأشجار الكبيرة والصغيرة التي تتمايل برقة في خطوط مموجة تمتد على مرمى البصر. كان تأثير المشهد بألوانه الخضراء والصفراء الناعمة يبعث على هدوء غريب في ذلك الصمت الناعس. شقشقت بعض الطيور. تلوى ثعبان فجأة على الطريق أمام السيارة ونجح في الهرب من محاولات السائق لدهسه بسهولة. ظهر أحد السكان الأصليين من بين الأشجار وكان يمشي بشموخ رافع الرأس، ومن خلفه تمشي سيدة تحمل طفلا رضيعا على ظهرها العريض وتحمل أدوات منزلية كاملة على رأسها. وكان من بين هذه الأشياء مقلاة متوازنة على رأسها بصورة مدهشة. لفت جورج كرويزر انتباه زوجته إلى كل تلك الأشياء، لكنها كانت تجيبه بكلمات بسيطة تعكس عدم اهتمامها، وذلك يجعله يشعر بالضيق. استنتج غاضبا وقال في قرارة نفسه: لا بد أنها تفكر في ذلك الرجل. كان معتادا على التفكير في أن زوجته ديربري تفكر في زوجها السابق الذي قتل في أولى سنوات الحرب في الحملة العسكرية على غرب إفريقيا الألماني. ربما يبدو من الطبيعي أن تفكر فيه. اختلس جورج نظرة إلى زوجته، إلى جمالها وخضها الأبيض الوردي الناعم، وإلى قوامها. ربما أصبحت أكثر جمالا مما كانت عليه في تلك الأيام البعيدة عندما وافقت بعدم اهتمام على خطبتها منه. ثم في أول شعور بالفزع انتابها نتيجة قدوم الحرب، هجرته فجأة وتزوجت بدلا منه ذلك الفتى الهزيل الأسمر الذي أحبها، تيم نوجنت. حسنا حسنا، إن الرجل قد مات الآن، مات بشجاعة، وتزوج هو جورج كرويزر الفتاة التي كان مقدرا له أن يتزوجها منذ الأزل. كانت تحبه كذلك، ولم لا، وهو مستعد أن يحقق لها كل ما تتمنى، ويمتلك المال ليفعل ذلك أيضا. وهو يشعر بالرضا عن نفسه، هديته الأخيرة لها حينما كان في كيمبرلي، حيث استفاد من صداقته ببعض المديرين في شركة دي بيرد، وتمكن من شراء جوهرة لا تباع في السوق، ليس من أجل حجمها الذي لم يكن مميزا، بل بسبب لونها النادر والرائع والمميز، حيث كان لونها كهرمانيا داكنا يشبه لون الذهب القديم. إن جوهرة مثل هذه قد لا تراها في 100 عام. تذكر نظرة عينيها حينما أعطاها لها. إن جميع النساء يحببن المجوهرات. أعاده إلى الواقع، ضرورة أن يتشبث جيدا حتى لا يقع خارج السيارة بفعل الارتجاج. صرخ 14 مرة على الأقل، وكان هذا الانزعاج مفهوما، فهو رجل يمتلك سيارتين من نوع رولز رويس، وقد كان تعود على القيادة على الطرق السريعة في البلاد المتحضرة. وقال: يا إلهي، يا لهذه السيارة، يا لهذا الطريق. ثم أردف بغضب: بحقكم، أين مزرعة التبغ هذا؟ لقد مرت ساعة منذ أن غادرنا بولاوايو. قالت ديردري بصوت متقطع بفعل ارتجاج السيارة: إننا تائهون في روديسيا. لكن السائق الذي تشبه بشرته لون القهوة قال معلنا بفرح إن المكان الذي يريدون الذهاب إليه يقع في المنعطف القادم على الطريق. كان مدير المزرعة السيد والترز ينتظر في الرواق ليستقبلهم، مظهرا الاحترام لجورج كرويزر بسبب مكانته البارزة في اتحاد انتاج التبغ. قدم السيد والترز زوجة ابنه للضيوف، والتي قادت ديردري
عبر القاعة الداخلية الباردة المظلمة ثم إلى غرفة نوم، حيث تمكنت من خلع البرقع الذي كانت تحرص على ارتدائه دائما لتحمي بشرتها حينما تركب سيارة بالخارج. فكت الدبابيس على مهل وبرشاقة كالمعتاد، ثم مسحت بعينيها الغرفة العارية البيضاء القبيحة. لم يكن هناك أي مظاهر للطرف بالغرفة، وارتجفت ديردري التي كانت تحب الراحة مثلما تحب القطط اللبن قليلا. كان على الجدار المقابل لها نص يقول: ما الفائدة إذا فاز المرء بكل شيء في العالم وخسر روحه؟ كان الكلام مكتوبا بصورة نثرية، ولم تشعر ديردري أن لذلك الكلام أي علاقة بها، فالتفتت لتصطحب مرشدتها الخجولة الصامتة. لاحظت لكن بدون أدنى سوء نية أرداف المرأة الكبيرة والثوب القطني الرخيص غير المتناسق الذي ترتديه. شعرت ببعض الاعتزاز عندما وقعت عيناها على ثوبها الفرنسي الرائع النفيس المصنوع من الكتان الأبيض. شعرت ببهجة تشبه بهجة الفنانين حينما نظرت إلى ملابسها الجميلة التي تزداد جمالا عندما ترتديها هي. كان الرجلان في انتظارها. هل أنت متأكدة أنك لن تشعري بالملل إن أتيت معنا يا ميسيس كرويزر؟ على الإطلاق، فأنا لم أذهب إلى مصنع تبغ من قبل. اتجهوا إلى الخارج تحت شمس الظهيرة بمدينة روديسيا. هذه هي البذور، نحن نزرعها هنا بحسب الحاجة كما ترى. أكمل المدير كلامه بالطريقة الروتينية، لكن جورج قاطعه بأسئلته المتقطعة الذكية حول الإنتاج وضريبة الدمغات ومشكلات العمال. العمال ذوي البشرة السمراء. توقفت ديردري عن الاستماع. كانت هذه هي روديسيا، الأرض التي أحبها تيم، الأرض التي كان سيأتي إليها معها بعد أن تنتهي الحرب إذا لم يقتل. شعرت بغصة في حلقها حينما فكرت في ذلك. لقد كان كل ما قضياه هما شهرين قصيرين، شهرين من السعادة، إذ كانت هذه البهجة المختلطة بالألم هي السعادة. فهل الحب هو السعادة؟ ماذا عن آلاف الآلام التي تهاجم قلب المحب؟ لقد استمتعت بتلك الفترة كما يجب، لكن هل كانت حقا تشعر بالسلام الداخلي والراحة والرضا الذي تشعر به في حياتها الحالية؟ ولأول مرة اعترفت لنفسها رغما عنها أن ما حدث ربما كان هو الأفضل لها، حيث فكرت في قرارة نفسها قائلة: لم أكن لأحب أن أعيش هنا، ربما لم أكن أستطيع أن أجعل تيم سعيدا، ربما كنت سأخيب آماله. إن جورج يحبني وأنا متعلقة به كثيرا، إنه يعاملني بشكل جيد، جيد للغاية، ولم لا؟ وقد اشترى لي هذه الجوهرة الثمينة منذ يومين. وحينما تذكرت كل هذا أغمضت عينيها في رضا تام. قادهم والترز إلى عنبر طويل منخفض السقف وقال: هنا نربط أوراق التبغ مع بعضها باستخدام الخيط. كانت هناك أكواما ضخمة من الأوراق الخضراء ملقاة على الأرض، وعمال ذو بشرة سمراء يرتدون زيا أبيض اللون يجلسون القرفساء حول تلك الأوراق ويلتقطون الجيد منها ويرمون السيء بمهارة، ثم يفرزونها بحسب الحجم ويخيطونها بإبر بدائية على خيط طويل. كانوا يعملون بروية ومرح وهم يمزحون فيما بينهم، وتظهر أسنانهم البيضاء الساطعة حينما يضحكون. والآن هيا نخرج. خرجوا من العنبر إلى ضوء النهار مرة أخرى، حيث يوجد المكان الذي علقت فيه الأوراق لتجف في الشمس. أخذت ديردري تستنشق برقة تلك الرائحة الخفيفة غير المحسوسة تقريبا التي ملأت الهواء. قادهم والترز إلى العنابر الأخرى، حيث يتم معالجة التبغ الذي تغير لونه بفعل الشمس. كان المكان مظلما، وكانت هناك كتلا بنية معلقة في الأعلى جاهزة ليتم إسقاطها وتفتيتها بلمسة عنيفة. كانت الرائحة أقوى، كانت طاغية كما شعرت بها ديردري، وفجأة اجتاحها شعور بالرعب لا تعرف سببه، لكنه دفعها أن تخرج من ذلك المكان المظلم المخيف ذي الرائحة النفاذة إلى ضوء الشمس.
لاحظ كرويزر وجهها الشاحب وقال: ما الأمر يا عزيزتي؟ ألست على ما يرام؟ ربما الشمس هي السبب. ربما الشمس هي السبب. ربما الأفضل لك ألا تأتي معنا في جولتنا حول المزارع، أليس كذلك؟ كان والترز قلقا وقال إنه من الأفضل أن تعود السيدة كرويزر إلى المنزل لتستريح. نادى على رجل ضئيل الحجم كان يقف على مقربة منهم: سيد أردن، هذه هي السيدة كرويزر، إنها متعبة قليلا بفعل الحرارة، هل يمكنك أن تعيدها إلى البيت؟ كان شعور الدوار اللحظي يتلاشى. هكذا صارت ديردري جنبا إلى جنب مع أردن بدون أن تنظر إلي. ديردري، خفق قلبها بشدة، ثم توقفت لحظة. ليس هناك سوى شخص واحد ينطق اسمها بهذه الطريقة، بهذا الضغط الضعيف على المقطع الأول منه، كأنه يربت عليها بلطف. التفتت إلى ذلك الرجل الذي كان يقف بجانبها وحدقت إليه. كانت الشمس قد أحرقت وجهه بشدة، وكان يعرج، وكان على خده المقابل لها ندبة طويلة غيرت ملامحه، لكنها عرفته وقالت: تيم. حدق إلى بعضهما لحظة، مرت عليها كالدهر، وكان يقفان في صمت يشعران بارتجاف أوصالهما، ثم بدون أن يدرك كيف أو لماذا صافح كل منهما الآخر. لقد عاد بهما الزمن. وقف كل منهما ثانية في مكانه، ثم سألته ديردري وهي تدرك مدى حماقة السؤال: إذن أنت لم تمت؟ لا، لقد خلطوا بيني وبين شخص آخر. لقد صدم رأسي بشدة، لكنني نجحت في الزحف خارج الدغل. لم أعرف ما حدث بعد ذلك لشهور عدة، لكن هناك قبيلة ودودة اعتنت بي، وبعدها استعدت وعي مرة أخرى واستطعت أن أعود إلى المدينة. توقف ثم أردف قائلا: وحينما عرفت أنه قد مر على زواجك 6 أشهر. يا إلهي تيم، أرجوك فهمني، أرجوك، لقد كان الأمر قاسيا علي. الوحدة والفقر، لم أمانع الفقر وأنا معك، لكنني لم أستطع تحمل هذا البؤس وحدي. لا بأس يا ديردري، أنا أتفهم موقفك، أعرف أنك كنت تتوقين إلى الرفاهية دائما. لقد حرمتك منها مرة، ولكن المرة الثانية لم أستطع فعل ذلك. لقد كنت مصابا بكسور بالغة كما ترين، بالكاد أستطيع أن أمشي بدون عكاز، وبالإضافة إلى تلك الندبة. قاطعته بحنان قائلة: هل كنت تعتقد أنني آبه بذلك؟ كلا، أعرف أنك لم تكوني لتأبهي بذلك، كنت غبيا، بعض النساء يفعلن كما تعلمين. قررت أن أحاول أن ألقي نظرة عليك، إذا كنت تبدين سعيدة، وإذا كنت تشعرين أنك راضية عن زواجك من كرويزر. وكنت حينها سأقرر أن أظل ميتا. لقد رأيتك، لقد كنت تستقلين سيارة كبيرة، وكنت ترتدين رداء جميلا من الفرو الأسود، أشياء لم أكن أستطيع أن أشتريها لك ولو عملت ليل نهار. وقد وجدت أنك تبدين سعيدة. لم أعد أمتلك القوة والشجاعة والثقة بالنفس التي كنت أمتلكها قبل الحرب. كل ما استطعت أن أراه هو نفسي. لقد كنت محطما، عديم النفع، لم أكن أستطيع أن أجني ما يكفيك. وقد بدوت جميلة يا ديردري، ملكة بين بقية النساء، تستحقين الأموال والطرف الذي وفره لك كرويزر. هذا بالإضافة إلى الألم الذي شعرت به حينما رأيتكما معا، فجعلني أقرر أن أبقى ميتا. لقد ظن الجميع أنني قد مت، وقد قررت أن أظل كذلك. كررت ديردري بصوت منخفض وقالت: الألم؟ نعم، اللعنة. إن الأمر مؤلم للغاية يا ديردري، لا ألومك، لكن الأمر مؤلم. لاذا كلاهما بالصمت،
ثم رفعت تيم وجهها بمقابلة وجهه وقال لها: لكن الألم انتهى الآن يا حبيبتي، بقي أن نقرر فقط متى سنخبر كرويزر. تراجعت فجأة وقالت: يا إلهي، أنا لم أفكر في... لكنها سكتت حينما ظهر كرويزر والمدير في زاوية قريبة على الممر. التفتت بسرعة إليه وهمست: لا تفعل شيئا الآن، دع هذا لي، لابد أن أعد كرويزر أولا لتقبل هذا الأمر. هل من الممكن أن أقابلك غدا؟ فكر نوغنت ثم قال: أستطيع أن آتي إلى بولاوايو، ماذا لو تقابلنا في المقهى المجاور لبنك ستاندرد؟ فلنذهب إلى هناك في تمام الساعة 3، سيكون المقهى فارغا حينها. وافقت ديردري بإماءة بسيطة قبل أن تعطيه ظهرها وتنضم للرجلين الآخرين. نظر إليها نوغنت وهي ترحل وقطب جبينه قائلا: لقد أثارت بعض تصرفاتها حيرته. ظلت ديردري صامتة في الطريق إلى البيت، حيث كانت تتخذ من فكرة تأثرها بحرارة الشمس ستارا لها. أخذت تفكر فيما يجب أن تفعله، كيف ستخبر جورج؟ ماذا سيكون رد فعله؟ شعرت بإرهاق شديد، ونمت بداخلها رغبة في تأجيل إخباره بالحقيقة بقدر الإمكان. من الأفضل أن تنتظر للغد، سيكون لديها وقت طويل قبل الساعة 3. كان الفندق غير مريح، وكانت غرفتهما في الطابق الأرضي تطل على الفناء الداخلي. وقفت ديردري في ذلك المساء تستنشق الهواء ذا الرائحة السيئة وتنظر باشمئزاز إلى الأثاث عديم الذوق. تذكرت الرفاهية التي وجدتها بفندق مونكتون كورت الموجود بين غابات السنوبر الرائعة. حينما غادرت الخادمة أخيرا، اتجهت ديردري ببطء ناحية صندوق مجوهرتها. بدت الجوهرة الذهبية التي كانت تمسك بها بين يديها كأنها هي أيضا تحدق إليها. أعادت ديردري الجوهرة إلى الصندوق ببعض العنف وأغلقته بشدة. سوف تخبر جورج في صباح الغد. لم تنم ديردري جيدا، كان الجو خانقا تحت ثنايا قماش الناموسية الثقيل، وكان يقطع ذلك الظلام الحالك صوت الأزيز الذي كان يملأ كل أركان المكان الذي صارت تكرهه. استيقظت شاحبة ومرهقة، من المستحيل أن ترمي بالمفاجأة في وجه جورج في هذا الصباح الباكر. استلقت ديردري في الغرفة الصغيرة الضيقة طوال الصباح لتستريح. تفاجأت حينما علمت أن وقت الغداء قد حان. عرض عليها جورج كرويزر أن يذهب إلى حديقة ماتوبس. سنتمكن من قضاء وقت طويل هناك إذا ذهبنا فورا. هزت ديردري رأسها نافية متعللة بالصداع، وقالت في قرارة نفسها: هذا مناسب، لا يجب أن أستعجل الأمر، لا بأس في الانتظار ليوم آخر، سوف أشرح الأمر لتيم. لوحت لكرويزر مودعة إياه وهو يركب السيارة الفورد البالية التي بدأت في الارتجاج، ثم نظرت إلى ساعتها واتجهت ببطء نحو المكان الذي حدده تيم ليتقابل فيه. كان المقهى خاليا تماما في ذلك الوقت. جلس تيم وديردري على طاولة صغيرة وطلب الشاي المشهور الذي لا يتوقف أهل جنوب إفريقيا عن شربه صباحا ولا مساء. لم يتبادل كلمة واحدة حتى جاءت النادلة بالشاي، ثم انسحبت واختفت وراء ستارة وردية. رفعت ديردري رأسها وحدقت إلى تيم ورأت نظرة الترقب الشديد في عينيه. هل أخبرته يا ديردري؟ هزت رأسها نفية وبللت شفتيها محاولة إيجاد الكلمات المناسبة، لكنها لم تستطع أن تتكلم. لم لا؟ لم تسنح لي الفرصة، حيث لم يكن هناك وقت. بدا وقع الكلمات عليها هي شخصيا مختلا وغير مقنع. ليس هذا هو الأمر، هناك شيء آخر، لقد شككت في الأمر منذ البارحة والآن تأكدت منه. ما الأمر يا ديردري؟ هزت رأسها ولم تتفوه بكلمة. هناك سبب ما لا تريدين أن تتركي جورج كرويزر وتعودي لي من أجله؟ ما هو؟ كان هذا صحيحا،
حينما قال هذه الكلمات أدركت ديردري مدى صحتها، أدركت ذلك واعتراها شعور عميق بالخزي، لكنها كانت متأكدة أن كلامه صحيح بلا أدنى شك. كانت عيناه لا تزالان تتفحصانها. ليس الأمر أنك تحبين، إنك لا تحبين، لكن هناك شيء ما. فكرت في قرارة نفسها قائلة: سوف يفهم الأمر في لحظة، يا إلهي لا تدعه يفهم ذلك. شحب وجه تيم فجأة وقال: ديردري، هل أنت حامل؟ في لحظة أدركت الفرصة التي يقدمها لها. يا لها من طريقة رائعة. أحنت رأسها ببطء وبطريقة لا إرادية. سمعت ديردري تصارع أنفاس تيم، ثم سمعت صوته عاليا به نبرة قاسية وقال لها: إن هذا سيغير كل شيء. لم أكن أعرف، لابد أن نجد طريقة أخرى للخروج من هذا المأزق. ربت بيده على كتفها واسترسل قائلا: حبيبتي ديردري، لا تظني أبدا أنني ألومك. مهما حدث تذكري هذا جيدا، كان علي أن أتي إليك حينما عدت إلى إنجلترا. لقد كنت جبانا، إن علي أن أصحح الأمور الآن. هل تفهمين؟ لا تبكي، مهما حدث يا عزيزتي ليس الذنب ذنبك. شد من أزرها، وفي غضون ثوان وجدت نفسها وحيدة في المقهى تحملق في كوب الشاي الذي لم تذقه. من العجيب أن كل ما استطاعت رؤيته أمام بصرها كان نصا مزخرفا معلقا على جدار أبيض. بدأ أن الكلمات تندفع منه وتتجه إليها. ما الفائدة إذا فاز المرء بكل شيء؟ نهضت مسرعة ودفعت ثمن الشاي ثم غادرت. حينما عاد جورج كرويزر أخبروه أن زوجته طلبت ألا يزعجها أحد. أخبرته الخادمة أن الصداع الذي تشعر به كان شديدا للغاية. كانت عقارب الساعة تشير إلى 9 PM اليوم التالي. دخل جورج غرفة زوجته شاحب الوجه. كانت ديردري جالسة على الفراش شاحبة ومنهكة، لكن عينيها كانتا مشرقتين، وقالت: جورج، لابد أن أخبرك بشيء، شيء رهيب. قاطعها بحدة قائلا: إذن قد سمعت بما حدث، كنت أخشى أن يضايقك ذلك. يضايقني؟ نعم، لقد تحدثت إلى الفتى المسكين بالأمس. رآها تضع يدها على قلبها ورمش جفناها مرارا، ثم قالت بسرعة وبصوت خفيض أثار خوفه: لم أسمع شيئا، أخبرني بسرعة. لقد ظننت. أخبرني. هناك في مزرعة التبغ أطلق شابنا النار على نفسه، كان محطما تماما بسبب الحرب. أعتقد أن أعصابه قد تحطمت، لا يمكن أن يكون هناك سبب آخر، قالت بثقة بينما كانت عيناها تشبهان عيني ذلك الشخص الذي يسير وهو نائم. أطلق النار على نفسه في العنبر المظلم حيث كانوا يعلقون التبغ. لقد تداعى إلى ذهنها في هذه اللحظة ذلك العنبر المظلم، ذلك العنبر المظلم ذو الرائحة النفاذة، وذلك الجسد المسجي على الأرض وبيده مسدس. أنا متأكد من ذلك، هو المكان الذي شعرت فيه بالدوار بالأمس. هذا عجيب. لم تجب ديردري. لقد تداعى إلى ذهنها كذلك صورة أخرى لطاولة عليها كوبان من الشاي وامرأة تهز رأسها وتوافق على كذبة. قال كرويزر بينما كان يخرج عود ثقاب ليشعل سيجارة نافثا الدخان بعناية: نعم نعم، إن للحرب دورا كبيرا في كل ما يدور حولنا. تفاجأ من صرخة زوجته حيث قالت: لا 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 تفعل، لا أتحمل الرائحة. حدق إليها في دهشة: عزيزتي لا تغضبي، لا يمكنك الهروب من رائحة التبغ على كل حال، سوف تجدينها في كل مكان. نعم سأجدها في كل مكان. ابتسمت ببطء ومرارة وتمتمت بكلمات لم يسمعها، كلمات قد اختارتها لتنعي بها تيم نوغند، وهي: سوف أتذكرك ما بقي النهار حتى بعد مماتي، لن أنساك. اتسعت عيناها وهما يتابعان دوائر الدخان،
ثم كررت بصوت رتيب بطيء: سوف أتذكرك في كل مكان، في كل مكان. تمت بحمد الله.